حيز بيتاخد من المعده، يعني بمعنى اصح انا استلفت 3 ارباع حجم المعده بتاعت حضرتك، فحتى لو كانت هتاكلي ربع معدتك. تمام. طب المعده مترجمه ده ايه؟ اكل. اكل برضه. فمش هفتح باب الثلاجه واكل. الاحساس اللي طالع للمخ بيقول له بالشبع بالظبط اللي انا في اكل جوه بطني. تمام. مده البالون هي بتبقى عباره عن 6 شهور. وبعد 6 شهور بنستخرجها من خارج الجسم صوره بسيطه جدا، نفس الفكره. تمام. الشخص بياخد منوم وبخش عن طريق الفم بشيل البالونه بصوره بسيطه جدا جدا. تمام. وزي ما احنا شايفين البالون فكرتها بسيطه قوي، او هي ده اللي حضرتك عن طريقه بتدخل الهواء داخل البالون. طب في ناس بتسال يا دكتور كده في بالها، هل البالون ده ممكن ينفجر داخل المعده؟ لانه طبعا السؤال ده مخيف، يعني لا اي حد هيعمل بالون يبقى عايز يسال السؤال ده. البالون عمرها ما تنفجر في المعده، سواء هواء او ميه. بالظبط. عن طريق اللي احنا بنستعمل في مراكزنا احدث انواع البالون. تمام. يعني بمعنى اصح لو مركز كويس جدا هيستخدم انواع البالون اللي موافقه عليها بمنظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه. طبعا نلاقي مراكز كتير جدا بتستعمل انواع بالون رديئه الجوده. ده بتؤدي الى التهابات وقرح في المعده، بس في مراكزنا بنهتم بالمريض وبنستخدم انواع البالون اللي هي تستحمل اي ضغوط ومرخصه من وزاره الصحه. قدامنا دكتور كده على الشاشه. يعني بالظبط كده. يعني احنا هنا جبنا مكبس قوته 1000 حصان. والبالون موجوده جواها، معنا نفس البالون اللي كانت مع حضرتك. بالظبط كده. وزي ما حضرتك شايفه المكبس ده قوته 1000 حصان وبيضغط على البالونه. هل البالونه حصل لها ليكج؟ هل البالونه هل هوت شويه او انفجرت؟ ما حصلهاش اي حاجه زي ما حضرتك شايفه. فده بيرجع لنوع البالون المستخدم. البالون نفسه طريقه كمان الاجراء، يعني ان انا اركب البالونه دي ازاي. بالظبط. فعشان كده نصيحه لاي مريض، توقع الحذر في اختيار نوع البالون، عشان خاطر نوع البالون بيفرق جدا بالنسبه لمعدل نزول الوزن.